يؤتي الحكمة من يشاء فقد أوتي خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من موقف مع أبي رحمة الله عليه وعلى سائر موتى المسلمين. النهاردة موقف كان موقف غريب أوي بالنسبة لي. واحد صاحب مكتبة قدام مسجد النور اللي كان الله يرحمه بيخطب فيه يعني، وقف بيتكلم مع واحد، وبعدين لقيته بيسأل والدي يعني، هو ما يعرفنيش ما عرفش انا مين يعني، فقلت بيقول لي يا عم الشيخ محمد ده راجل ظالم وراجل ايه وايه وايه، فانا متضايق قوي من اللي بيحصل، بس انا ما ردتش يعني، انا عشان ايه ما يحصلش مشكله، انا مش فاهم مين دون وايه الموضوع، فقلت راح اسال الله يرحمه. فكان والله رحمه من الحاجات اللي بيعملها في المسجد، بيعمل لجان عرفيه لفض المنازعات يعني، لو في مشكله بيعمل لجنه عرفيه وييجوا ويقعدوا يتكلموا كده يعني. فرحت والله بقول له انا فلان فلاني بتاع المكتبه قال كذا 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 كذا، الراجل ده بيقول لك ليه كده؟ فقال لي اصل كان عنده مشكله وجم في المسجد وعملنا لجنه وبعدين حكمنا عليه هو ان هو عليه 1 2 3 4 5 يعني الحكم جه عليه. فقال لي هو متضايق مني بقى لان انا حكمت بالحكم ده فهو اتضر منه يعني فزعلنا عشان كده. فقلت له بس معلش يعني ده انت بتعمل حاجه دي لله يعني انت قاعد واخد من وقتك ومجهودك عشان تحل مشكله بين اتنين انت مش مستفيد منها اي حاجه يعني، انت مشكله اتحلت ما اتحلتش انت جاي لك ايه من القصه دي كلها؟ فايه اللي يجبرك على كده طالما الناس يعني هتسالي اسمك؟ طب ما بنقص يعني، قلت له ما عادش تعمل القصه دي خالص. فقال لي عبد الرحمن بص لازم تبقى عارف حاجه مهمه. قلت له ايه؟ قال لي طالما وافقت انك تعرض نفسك لعمل عام لازم تبقى عارف ان انت هتدفع ضريبه لده، ما عندكش استعداد تدفع الضريبه دي ما تحطش نفسك في الموقف ده. قال لي الاختيار بتاعك انت، عايز تشتغل في عمل عام تبقى بقى في مجلس الشعب في مجلس الشورى بتخطب جمعه ماسك لجنه خيريه ماسك مؤسسه ايا كان عمل عام، قال لي لازم تعرف ان دي لها ضريبه. قال لي اللي ما عندوش استعداد يدفع الضريبه دي ما يدخلش المكان ده بعد اذنك، ما يشتغلش في الحكايه دي. قال لي ان هي ضريبتها كده. قال لي عمرك ما تشتغل في مجال عام ومش هتسمع واحد واثنين وثلاثه واربعه بيتكلموا عليك. اللي هيقول انت ايه واللي هيقول ايه واللي هيقول ايه واللي هيقول ده ولاده راحوا فين وهو عمل ايه وسافر فين وجاب منين. فقال لي قبل ما تاخد الاختيار ده قال لي اقعد مع نفسك وشوف، والله عندك استعداد او عندك قدره تتحمل حاجه زي دي توكل على الله وخد الخطوه. وفي الاول وفي الاخر انت لك اجر عند الله عز وجل. شايف ان انت نفسيتك مش هتتحمل حاجه زي دي بنقول لك لا خلاص ما تمشيش في الموضوع ده لان الموضوع ده مش هينفع معاك. قال يا اما هتخش دايما في مشاكل يعني كل ما تعرف ان حد قال كذا تروح تعمل معاه مشكله، يا اما انت هتتعب كل ما حد يقول عليك كلمه وحشه، يا اما هتحبط، يا اما قال لي كل الاختيارات سيئه. يعني قال لي الراجل ده مثلا على سبيل المثال تخيل لو انا رحت دلوقتي اتخانقت معاه عشان هو قال كذا 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 كذا، قال لي بعدها هيروح يقول لواحد تاني ده الشيخ محمد جه اتخانق معايا عشان قلت 1 2 3، فقال لي بقى في بيني وبين الراجل ده خصوم وبينه وبينك انت خصوم، وبعدين هيجي يقول ده ابنه ده على طول اي كلمه بيسمعها بيوصلها، فبقى قال لي دخلت في قصه كبيره من كل ده. فقال لي انا عشان بقى اكون مستريح الموضوع ده كله ابقى عارف ان انا في ضريبه انا بدفعها. فقال لي وانا قاعد اصلا في الجلسه العرفيه دي وانا بحكم من قبل ما احكم انا عارف والحكم بتاعي ده مش هيرضي كل الناس، فقال لي من قبل ما يمشوا من هنا وانا عارف ان في ناس من جواها متضايقه من الحكم اللي طلع، فقال لي ولازم ابقى عارف كده. قال لي ما ينفعش اتخيل ان الناس قاعده مع ملاك نازل من السماء اللي هو هيقول يمين فكلهم يقولوا الف حمد والف شكر ان قعدنا مع فلان قال يمين. قال لي ما ينفعش. فقال لي الموضوع في ايدك وده درس ونداء لكل الناس يا جماعه اللي عايز يشتغل في المجال العام لازم يعرف ان في ضريبه هيدفعها من اسمه من مكانته من سمعته. عندك استعداد تدفع الضريبه دي اتفضل، ما عندكش استعداد ابعد عن المجال ده والمجال ده ما ينفعش لحضرتك. فقلت يعني تعال دي رساله مبلغه للناس قبل ما حد يعني يفكر ياخد الخطوه دي، ويا ريت طبعا اي حد يقدر ياخد الخطوه دي ما يتاخرش لان طبعا لها اجر كبير جدا عند الله عز وجل، سواء بقى بتساعد فقير بتساعد يتيم بتعلم ناس كمبيوتر لغة بتعلمهم حاجة في الدين
بتحل مشاكل، بتعمل ايا كان الخير اللي بتعمله له اجر كبير جدا عند الله عز وجل، ولكن من الناحيه الثانيه له مقابل سيء. فانت هتاخد ده مع ده ماشي، مش هتاخد خلاص انت صاحب القبر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وان شاء الله نتقابل في الحلقه دي. السلام عليكم ورحمه الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.